مرحبا، حلقة جديدة من حديث اليوم، أهلا بكم. وفي النقاش عقد المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية اجتماعا لتقييم المرحلة التي يمر بها الشمال السوري والمستجدات التي تشهدها المنطقة، واتفق المجتمعون على عدة بنود وأولويات للعمل كاستراتيجية جديدة في التعامل مع الأطراف المعنية بالشأن السوري. وهنا نسأل على ماذا تم الاتفاق، وما هي أبرز المخاطر التي تحدق بالشمال السوري اليوم، وما هي آلية التعامل معها، وهل من جديد حيال دعوة مسد للحوار مع الأتراك؟ هذه الأسئلة عدا عن أسئلة أخرى ستوضع على طاولة النقاش. وإلى ملفنا الثاني من الحوار، والذي سيكون حول مستقبل إدلب وآخر التطورات فيها في ظل الحديث عن المساعي التركية لإذابة هيئة تحرير الشام الإرهابية ضمن ما يسمى الجبهة الوطنية المدعومة تركيا. فهل يمكن لهكذا خطوة تركية أن تتيح التعامل مع التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب العالمي؟ وهل يجنب ذلك إدلب العمل العسكري في ظل موقعها الاستراتيجي؟ وفي ختام الحلقة سنسلط الضوء أيضا على آخر مجريات المعارك ضد تنظيم داعش شرق الفرات. مجلس سوريا الديمقراطية يطرح استراتيجية جديدة للتعامل مع المرحلة القادمة. نشاهد التقرير وبعدها نبدأ النقاش، أرجو أن تبقوا معنا. في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا ومناطق الشمال الشرقي منها، عقد المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية اجتماعا لتقييم المرحلة التي تمر بها المنطقة، واتفق المجتمعون على عدة بنود وأولويات جديدة للعمل في إطار استراتيجية جديدة للتعامل مع الأطراف المعنية بالشأن السوري بشكل أكثر فاعلية، لا سيما التواصل بشكل أكبر مع الدول العربية. المجلس الرئاسي لمسد حدد أبرز الأولويات التي تم الاتفاق على بدء العمل عليها وتأكيد الاستمرار بالعمل على ما كان موجودا منها في السابق كالتالي: التأكيد على رفض المنطقة الآمنة تحت الإدارة التركية، فتح علاقات دبلوماسية مع الدول العربية والإقليمية، التأكيد على الحوار السوري السوري، التواصل مع المعارضة في الخارج من أجل استقطابها، إرسال وفود دبلوماسية إلى دول العالم خاصة الدول التي لها علاقة بالشأن السوري لزيادة الدعم لمشروع سوريا الديمقراطية، الاهتمام بمناطق شمال وشرق سوريا مع وجود استراتيجية واضحة بهذا الخصوص، الاستمرار بمكافحة الإرهاب بعد القضاء على داعش. مجلس سوريا الديمقراطية مع الحل السياسي، ويجب أن يكونوا ممثلين في أي حل سياسي تفاوضي يخص الأزمة السورية، الاستمرار في العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من قرار الانسحاب، إيجاد بدائل من أجل التصدي للتهديدات التركية بما فيها إقامة منطقة آمنة تحت رعاية وإشراف دولي أو منطقة حظر جوي لشمال وشرق سوريا. هذه الخطوات من جانب مسد تأتي في ظل تصاعد التهديدات التركية باقتطاع أجزاء واسعة من الشمال السوري تحت ذريعة منطقة آمنة لحماية تركيا، في الوقت الذي تعمل فيه قوات سوريا الديمقراطية على القضاء النهائي على أخطر تهديد إرهابي للمنطقة والعالم متمثلا بتنظيم داعش الإرهابي. السادة المشاهدين، وللنقاش في هذا المحور ينضم إلينا من الشمال السوري السيدة أمينة عمر الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية. سيدة أمينة مساء الخير. النور، يا هلا. بعد إذا بدأ نظرا لتسارع الأحداث في المناطق الخاضعة لحماية قوات سوريا الديمقراطية سيدة أمينة، بدءا من موضوع الحوار بينكم وبين النظام، مرورا بالتهديدات التركية والحديث عن منطقة آمنة، وختاما بالمعارك التي إلى الآن تخوضها قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش، إذا معطيات عديدة دفعت بمجلس سوريا الديمقراطية لعقد اجتماع لتقييم المرحلة، وأبرز وتم الاتفاق على عدة معطيات للتعامل مع الوضع الراهن، هل من معلومات أكثر حول ذلك سيدة أمينة؟ تفضل. مساء الخير مرة أخرى. مساء الورد. طبعا اجتماع المجلس الرئاسي هو اجتماع اعتيادي للمجلس، يعني ينعقد هذا الاجتماع كل شهر مرة. طبعا في هذا الاجتماع كان هناك بنود أساسية تم مناقشتها من قبل أعضاء المجلس الرئاسي، أهم نقطة كان قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، والنقطة الأخرى هي المنطقة الآمنة، والنقطة الثالثة كان الحوار السوري السوري. طبعا تم مناقشة هذه النقاط الثلاثة
من خلال مناقشات ومداخلات أعضاء المجلس الرئاسي، وكانت مناقشات مستفاضة ونقاشات إيجابية. طبعا بخصوص قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، طبعا أكد المجتمعون بأن هذا القرار ولو كان مفاجئا أو كان في غير وقته المناسب أو كان قرارا غير مسؤول، هذا القرار اتخذ ووقع من قبل الإدارة الأمريكية، ولكن يجب العمل من أجل ما بعد القرار أو الانسحاب الأمريكي. ماذا يجب؟ حماية مناطقنا وضمان هذه المناطق عندما تنسحب أمريكا من هذه المناطق، حتى نكون في مأمن من الهجمات والتهديدات التركية والمجموعات الأخرى أو الأطراف الأخرى التي تريد أن تملأ الفراغ الذي ستتركه القوات الأمريكية عند انسحابها من شمال وشرق سوريا. طبعا طيب في نقاط عديدة بخصوص المنطقة الآمنة، نعم أيضا كانت هناك نقاط. طبعا موضوع المنطقة الآمنة كان هذا الموضوع طرح بعد أن فشلت تركيا مناطق شمال وشرق سوريا عسكريا وسياسيا. طبعا هذا موضوع المنطقة الآمنة كان اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والأمريكي، لكن هذا الموضوع أيضا لم يكن يعني لم يكن واضحا، لم يكن هناك مثلا كيفية إقامة هذه المنطقة، من سيديرها، ما هي القوات التي ستدخل إلى هذه المنطقة. لم يكن هناك، كان هناك ضبابية حول إنشاء المنطقة الآمنة، ولكن الجانب التركي من خلال تصريحاته أحادية الجانب أكد أن هذه المنطقة ستكون تحت إدارة تركية، ولكن نحن بدورنا في مجلس سوريا الديمقراطية أكدنا أكثر من مرة أننا نرفض إقامة منطقة آمنة تحت إدارة تركية، لأننا نعتبر هذه المنطقة هي احتلال لمناطقنا وتهديد حقيقي لأمن واستقرار هذه المنطقة وللمدنيين المتواجدين في هذه المناطق. طيب طبعا أمور عديدة، يعني نقاشات كانت يعني إيجابية مثل ما قلت من الأول. الموضوع الآخر كان موضوع الحوار السوري. نعم طبعا نحن كمجلس سوريا الديمقراطية هذا مبدأنا الأساسي، وأكدنا عليه في مؤتمرنا الثالث، لأننا نؤمن بأن الحل السياسي أو التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، وهذا الحل يأتي عن طريق الحوار السوري، لأن الحوار الداخلي من شأنه أن يحل الأزمة السورية وينهي معاناة الشعب السوري، لأن كما تعلمون الأطراف المتصارعة في سوريا لا يعني تسعى إلى إيجاد حل سريع وعاجل للأزمة السورية، لأن لها مصالح في سوريا ولم تنتهي من تحقيق أهدافها التي رسمت لنفسها بغض النظر عن معاناة الشعب السوري. نعم، طيب الآن عندي استفسار بالإطار العام سيدة أمينة، ومن ثم سوف نستفسر عن الخصوصيات جزئية جزئية. فيما يخص أبرز التحديات والتهديدات التي تواجه اليوم الشمال السوري، ما هي وما هي استراتيجيتكم للتعامل معها؟ طبعا أبرز التهديدات والتحديات هي التهديدات التركية على شمال وشرق سوريا. نعم تركيا طبعا لا يخفى على العالم أجمع، هي دائما تهدد وبشكل مستمر، لأننا لدينا حدود مع تركيا، حدود بمسافة أكثر من 800 كيلومتر، وهي تهددنا باستمرار بخرق هذه الحدود والدخول إلى الأراضي السورية من أجل حماية أمنها القومي. هذا ما تتذرع به. طبعا عندنا تحديات أخرى بعيدة، الانسحاب الأمريكي وعدم وجود آلية لضمان أمن واستقرار هذه المناطق، فهناك أيضا تحديات من دخول أطراف أخرى كجبهة النصرة وأطراف أخرى تريد أن الدخول إلى هذه المناطق. أيضا تحدي، طبعا حربنا على داعش في مراحل الأخيرة لم تنتهي بعد، يعني أيضا هذا تحدي من خوف من استمرار داعش وتنظيم نفسه من جديد إذا ما كانت هناك استراتيجية واضحة من قبل دول التحالف للقضاء لمرحلة ما بعد داعش واستمرار في مكافحة داعش فكريا وثقافيا.
تحديات عديدة طبعا تواجهنا في المرحلة القادمة، لذلك لدينا أيضا استراتيجيات وخطط بهذا الشأن. طيب لو بدأنا الحديث من موضوع المنطقة الآمنة والتهديدات التركية سيدة أمينة، أنتم في مجلس سوريا الديمقراطية كنتم قد وجهتم دعوة للحوار مع تركيا، اليوم هل من أي جديد في هذا الصدد؟ طبعا يعني وفد مجلس سوريا الديمقراطية الآن في أمريكا ويجري محادثات مع المسؤولين الأمريكان ومع أعضاء الكونغرس طبعا ومع مراكز البحوث، وهذه الاجتماعات طبعا إلى الآن إيجابية وأعطت صدى إيجابي واستطاعت تغيير بعض يعني المفاهيم حول الانسحاب الأمريكي، سواء كان حول الانسحاب الأمريكي من مناطق من سوريا بشكل عام أو المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إنشائها. طبعا الحديث يجري كما كان هناك عرض من قبل أمريكا بفتح قنوات التواصل بين مجلس سوريا الديمقراطية والدولة التركية، أيضا في واشنطن أيضا تم طرح هذا الموضوع، ونحن كمجلس سوريا الديمقراطية أكدنا أننا مع الحوار مع أي طرف كان، إذا كان هذا الحوار سيحمي مناطقنا ويحمي مكونات هذه المناطق، فيعني نحن مستعدون للحوار سواء ما كانت تركيا أو مع أي طرف كان من أجل ضمان حقوق ومكتسبات شعبنا التي استطاع الحصول عليها بدماء شهدائنا. إذن يعني هذا هو الهدف وهذا هو المأمول من إطلاقكم لدعوة الحوار مع تركيا؟ نعم، من طيب. أجل يعني الحوار مع تركيا من أجل حل المشاكل يعني الموجودة بين الطرفين، يعني تركيا تريد هذه المناطق ومنطقة آمنة تحت إدارتها، ونحن لا نريد مناطق آمنة تحت إدارة تركيا، لذلك يجب أن يكون هناك حوار حتى نصل إلى يعني حل يرضي الأطراف. طيب فيما يخص موضوع المنطقة الآمنة وزخم الحديث عنها، ما الذي يمكن تأكيده من قبلكم في هذا السياق؟ يعني كما أكدت سابقا وكما مجلس سوريا الديمقراطية، طبعا هذا رأي مجلس سوريا الديمقراطية، قلنا إنه نحن لسنا نرفض يعني نرفض يعني الطرح التركي بإدارة المنطقة الآمنة، ولكن نحن بشكل عام لسنا مع منطقة آمنة لأن مناطقنا آمنة وندويرها بشكل جيد، وهناك مجتمع منظم في شمال وشرق سوريا تحت إدارة مجلس سوريا الديمقراطية، ولكن إذا كان لابد أن تكون هناك منطقة آمنة، ولكن هذه المنطقة يجب أن تكون تحت رعاية دولية وإشراف مراقبين دوليين، وأن تحمي شعوب ومكونات مناطق شمال وشرق سوريا. نعم. وأيضا القوات المحلية، قواتنا المحلية هي التي تقوم بحماية هذه المناطق. طيب فيما يخص موضوع الحوار السوري الذي لطالما أكدتم عليه سيدة أمينة، هل من جديد في هذا السياق؟ طبعا موضوع الحوار السوري نحن كمجلس سوريا الديمقراطية نؤكد على الحوار السوري، وكانت لنا تجارب في العام الماضي، كانت لدينا لقاءين في عين عيسى بحضور معارضة سورية من الداخل ومن الخارج، اجتمعوا في عين عيسى وكانت لهم آراء جيدة، واستطعنا بالنهاية اللقاءين من إصدار بيان بخصوص النقاط التي تم الاتفاق عليها وتقريب وجهات النظر بين مختلف شرائح المعارضة الذين يمثلون المجتمع السوري طبعا، وكانت مثل ما قلت النتيجة إيجابية، ولذلك نحن مستمرون في هذا الطريق، يعني مستمرون في إجراء الحوارات السورية حتى نصل بالأخير إلى نتيجة نكون بإمكاننا عقد مؤتمر وطني سوري شامل من أجل أن نستطيع التصدي للمؤامرات وللهجمات الإقليمية والدولية. طبعا نحن كمجلس ديمقراطية نحضر الآن اللقاء الحوار السوري الثالث، نحن شكلنا لجنة تحضيرية بهذا الخصوص، ومن المزمع عقد هذا الحوار في نهاية شهر آذار القادم. طيب
يمكن القول في نهاية المطاف سيدة أمينة بأنه لا جديد حتى اليوم فيما يخص موضوع منبج، فيما يخص موضوع شرق الفرات، أتكلم من حيث المستقبل، ولكن في نهاية المطاف هل بوادر التفاهمات مقدمة على بوادر الأعمال العسكرية فيما يخص المستقبل برأيكم؟ يعني الكل متفق، كل الأطراف متفقة أن الحل العسكري لا يمكن أن يجلب الحل الأزمة السورية. الحل السياسي هو وحده فقط الذي بإمكانه أن يكون طريقا لإنهاء الأزمة السورية والبدء بمرحلة المرحلة الانتقالية ووضع دستور ديمقراطي لسوريا، وتكون بمشاركة جميع ممثلين أطراف الشعب السوري، وهذا وعن طريق طبعا انتخابات حرة نزيهة، عن طريق إجراء ديمقراطي، تغيير ديمقراطي ونظام حكم لا مركزي هو يكون لكافة السوريين، أو نموذج هذا النظام هو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يمكن تعميمها كموديل مناسب لكافة الأراضي أو كافة مناطق سوريا. أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات سيدة أمينة عمر، الرئيسة المشتركة للمجلس السوري الديمقراطية، حدثتنا من الشمال السوري. سادة المشاهدين، فاصل وإلى الملف الثاني من النقاش.